صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقه من برنامج كيف الحال اللي غادي نخصوها للحديث على كيفيه وبعض الطرق لتحفيز اولادنا للنجاح، لانه النجاح هو اهم حاجه في حياتهم الدراسيه. ربما الكلمه اللي تنبغيو نسمعوها كل نهار ونسمعوها في اواخر السنه وتنسمعوها دائما على الحياه ديال وليداتنا هي النجاح. فهناك بعض الطرق للتحفيز على النجاح، وهي بعض الرموز، بعض العباقره المعروفين تنحاولوا اننا يعني نحببوا وليداتنا فيهم، نعرفوهم على حياتهم. هذا الموضوع هذا طبعا غادي نتكلموا فيه مع الدكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير سي عبد الهادي. صباح النور عزيزه. الو، الرموز ديال النجاح تنعرفوا انه اليوم ولات يعني من طرق التربيه اننا تنربي وليداتنا على القدوه، مثلا اقتدي بفلان وبشي واحد اللي نجح في حياته. كذلك حتى في لابي ان ال كنتكلموا على هذه الحاجه، كيفاش ممكن اننا ننجحوا في حياتنا، فكنحاولوا يعني نطبقوا بعض الاشياء اللي طبقوها بعض الناس اللي نجحوا في حياتهم، اللي كنسميوها النمذجة أو الموديليزاسيون. نعم، هذه من الأشياء الجديدة اللي ممكن كذلك نطبقوها مع وليداتنا يوميا سي عبد الهادي. نعم. ياك بأننا نعرفهم بعض رموز النجاح اللي نجحوا رغم مجموعة من العراقيل، فكيفاش يعني باش ما نجيوش نقولوا لوليداتنا أي حاجة وأي كلام هكاك. نعم. كيفاش ممكن نستعملوا هذه المسألة هذه في تحفيز وليداتنا؟ أكيد هذه المسألة هذه مهمة جدا. وخاصة كنعرفوا بأن في المناهج الدراسية ديالهم بلا ديال اللغه العربيه ولا الفرنسيه كنلقاو هاد الرموز ديال النجاح. فممكن انني نفتح انا كاب ديال الابن ديالي ولا الام ديالو، ان نفتحوا واحد الكتاب مدرسي وكنقلبوا على هذوك العناصر او رموز النجاح اللي عندهم. كاينين ملي كيتكلموا لهم مثلا على الاختراعات، فاكيد بانهم غادي يتكلموا لهم على توماس اديسون، غادي يتكلموا لهم على اينشتاين، غادي يتكلموا لهم على عناصر اخرى. فانا كناخذ هاد الرموز هادو بما انها كاينه عندهم في المناهج ديالهم، وكنحاول انني نصنع منه رمز ونبين لولدي بانه راه ممكن انه ينجح ويولي حتى هو في المرتبه ديالهم، وربما انه يتجاوز هذيك المرتبه. نعم. علاش بالضبط هذه المساله هذه هي مهمه؟ لان كثير من الاباء والامهات ملي كيكون الطفل وهو باقي عنده 6 سنوات 7 سنوات كيكون عنده مشاكل دراسيه، فكيبدا الاب وكيبدا الام كيبداو يياسوا، كيبداو كيقولوا حنا دابا باقي عنده غير 6 سنين وهو في صعوبات اللي هي كبيره. فكيفاش ملي غادي يكبر؟ كيفاش ملي غادي يوصل مثلا للثانوي ولا غادي يوصل للجامعه؟ كيحكموا عليه من الاول بالفشل. وهذا هو القاسم المشترك بين هاد الاحساس المثبط اللي كيكون عند الاباء والامهات، او المحبط اللي كيكون عند الاباء والامهات، وما تعرض له مجموعه من رموز النجاح. اللي حنا دابا ملي كنتكلموا على توماس اديسون كنتفكروا فقط انه اختراع ديال المصباح، هذا المصباح اللي حنا كنشوفوه دابا. نعم. يعني ولكن ما كنعرفوش بانه في وقت من الاوقات كان من هذوك الاطفال اللي حنا دابا كتلاحظي من مجموعه ديال المكالمات كيقول لك انا ولدي كيشرد الذهن ديالو، فكان هو واحد منهم. كان ملي كيدخل القسم هو كيبدا كيحلم، ما كيبقاش تماما متبع الاستاذ. نعم. ما كانش كيسميوها دابا الاباء، ما كيتكونسونطراش ولدي، ما كيتكونسونطراش في القسم، يعني ما كيركزش في القسم. اغلب الاسئله هكذا ولدي. توماس اديسون كان منهم. نعم. لدرجه ان احد الاساتذه ديالو وصفه بالغبي الفاسد، ورغم ذلك لقى في جنبه استاذ اخر اللي قال له انت مبدع، وبقى كيحكي دائما كيقول لي انت مبدع انت مبدع انت مبدع. وبقات هاد التردد ديال هاد الكلمه هذا حتى كبر، ودار الشركه الاولى ديالو ودار الشركه الثانيه واصبح عالم فيزيائي وصنع الكهرباء الدائم للاستعمال. لان كانوا باش يعرفوا الناس كانوا مصابيح اخرى اخترعت قبل منه، ولكن المصباح اللي دائم الاستعمال فجاب اديسون. ممكن اننا كذلك نجيبوا مثال اخر ديال البير اينشتاين. كلشي كيعرف اينشتاين اللي كيتكلم على العبقريه وكيتكلم على الذكاء المفرط وكيتكلم على لو كوسيون انتيليكتويال اللي هو كبير، كيتكلم على البير اينشتاين. خصنا نعرفوا بان البير اينشتاين الى لم ينطق الى ان وصل الى السنه الرابعه، يعني كان عنده تاخر في النطق. نعم. وكان كاين اللي تيقول انه كان عنده توحد كذلك. نعم، يعني كانوا عنده اعراض اللي هي كثيره جدا. فكانوا جميع الاساتذه ملي كيدخلوا لواحد المدرسه كيقولوا لهم لا ما نقدروش ناخذوا، لانه ما يمكنش لينا انه غادي نقريو، راه مختلف على الناس. ملي وصل ل 12 عام و 13 سنه ما كانش كان لا يفقه الرياضيات تماما. لدرجة أنهم جروا عليه المدرسة. هو انقطع، ألبير إينشتاين انقطع عن الدراسة على 14 سنة.
هل اللي كنطلب من الاباء والامهات يديروا مع وليداتهم، شكون اللي لقاه واقف في جنبه؟ نعم. الاب ديالو كان كيقول لي شوف ولدي انا ربما ما كان امن حتى شي حاجه في الوجود، كان امن بك انت لانك غادي تخرج انسان عبقري. وبقات هذه الكلمه انت عبقري انت عبقري انت عبقري حتى كبر، حتى استطاع انه يقرا بوحده، حتى استطاع انه يقري في الجامعه واخذ جائزه نوبل في عام 1921 وكنعرفوا يعني التاريخ. نعم. يعني كاينه امثله كثيره جدا. نعم. عندنا امثله مغربيه سي عبد الحميد امثله مثلاً مغربيه نتحفزوا بها وليداتنا مثلا. نعم حاليا كاين واحد الشاب اللي سميتو كمال الوضغيري اللي تعرفوا عليه الطلبه خاصه في الجامعه. نعم. وفي الاقسام التحضيريه. نعم. اللي دار جوله حول المغرب كامل. لانه هو دابا حاليا هو عضو وعالم فيزيائي اللي في في في, في وكاله لانازا الفضائيه في امريكا. نعم. من بين القلائل العرب القلائل جدا مروا من هذا من هذه الوكاله هذه. ويعني انه مر كذلك من واحد الطفوله اللي لقى فيها صعبة. فقط يعني الاب ديالو والام ديالو اللي ساندوا واللي كيقولوا لي انت ولدي كنشوفوا فيك شخص اللي هو ناجح في الحياه. نعم. ديالك رغم انه كانت عنده صعوبه ماديه. نعم. لم يلج مدارس كبرى. مجموعه ديال الاباء والامهات كيقول لك باش نجاح باش نضمن مرتبط بالمدارس نعم باش نضمن الكبرى النجاح اللي هو. نعم. كبير لولدي خاصني ندخلو. نعم. هذا لا هذا درس في المغرب ودرس في في في, في يعني نعم. خريج ديال يعني المدرسه ممكن. العموميه ممكن راه هذا هو الرساله ديال النجاح اللي بغينا نوصلوها للاباء والامهات رغم المشاكل. نعم. رغم الصعوبات. سي عبد الهادي طبعا احنا وانت تتكلم وانا تنفكر معك ربما تنفكر بحال بحال المشاهدين. نعم. رموز النجاح احنا عطيتي امثله كبيره مثلا بحال توماس اديسون، عطيتي كمال الوضغيري توا اللي توا عبقري مغربي. واش نحصروا رموز النجاح فقط في هذه الاسماء اللي تندرسوها احنا الان مثلا في المدارس؟ نعم. او لا لان كاين بعض الاباء اللي عندهم طموح اخرى مثلا ان الى ولده نجح ويعني انه كان انسان قادر وكيشتغل وعنده اسره اللي كيعيلها وهذا راه نجاح في حد ذاته، يقدر يقتدي بعمه مثلا بواحد من الاسره ديالو. كيفاش نوظفوا هاد رموز النجاح ويعني بلا ما نضروا وليداتنا؟ لانك حتى تكلمتي. نعم. على مساله. نعم. الفشل، لان كاين بعض الاطفال اللي غتقول لهم فشل غيقول لك صافي انا ما قراش مزيان غادي نولي حتى. نعم. انا بحال اينشتاين مثلا. رائع جدا. يعني انا اللي كنشوف يعني ملي جبدنا بعض الامثله اللي هي عالميه مشهوره. فانا فقط جبدتها لان ممكن ان الاب والام يفتح واحد الكتاب مدرسي. نعم. ويلقاهم موجودين. ولكن رموز النجاح هما حولنا. نعم. راه ممكن انه يكون عم هذاك الوليد ناجح مثلا، ويا ريت كون يعني الاباء والامهات ما يفكروش في النجاح فقط انه نجاح دراسي. نعم. يا ريت انهم يشوفوا النجاح بانه نجاح في الحياه. النجاح الدراسي، فانا دائما اقول بان الدراسه ما هي الا مفتاح من بين الاف المفاتيح اللي ممكن يكونوا عند هذاك الوليد يفتح به ابواب ديال الحياه. نعم. لان النجاح هو النجاح في الحياه. فضروري هذا الطفل، ضروري هذا التلميذ وهذه التلميذه عنده في العائله ديالو، عنده في الحي ديالو. نعم. عنده ناس اللي هما كيعرفهم كيشوفهم في التلفاز. نعم. كيقرا عليهم. اللي هما ناجحين في ميادين اخرى. نعم. في الفن، في الرسم، في النجاح في الاسره، يعني ملي كتلقى في الثقافه. نعم. في اداره المال. نعم. كذلك. فهذه اشياء اللي هي رائعه. عندنا امثله يعني كثيره طبعا. نعم نعم. مغربية. فاحنا نحاولوا اننا دائما نقلبوا على هذه الرموز ونوضعوها ونشوفوا الميولات ديال الاولاد ديالنا. واش هي مساله ضروريه سي عبد الهادي مثلا انه ضروري اننا نحطوا لوليداتنا رموز النجاح باش نحفزهم، ولا هناك طرق اخرى يعني بلا ما نستعنوا باي رمز من هذا الرموز؟ لا، احنا ملي كنتكلموا على رموز ديال النجاح اللي ممكن انها تحفز هذاك الابن ديالي. فانا كنتوقع ان الابن ديالي فهو من 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 هذوك لي زيكسترافيرتي. يعني ان الطاقه ديال التحفيز كتجي من الخارج. نعم. كاينين اطفال اللي ما محتاجينش لهذا الشيء، محتاج انه هو يقرا، محتاج انه هو يدير انجاز باش انه ما كيهموش وداك الانجاز واش غادي ينفع واحد اخر. نعم. كيهمو انه نجز شي حاجه، هو دار شي حاجه. نعم. يعني ان مجموعه ديال الاطفال حنا ربما راك لاحظوا هادشي في مكالمات ديال الناس كيقول لك. نعم. انا عندي بنتي كتقرا بوحدها ولكن ولدي لما قلتيش لي المكافاه ولا هذا ما كيقدرش. اذا كاين خلاف في الشخصيه. نعم. فملي كنلقى واحد الشخصيه اللي محتاجه في فتره فتور. ولا في الفتره اللي كنقلبوا فيها على دي روبير على معالم، محتاجين لواحد الشخص لاننا نقتديو به. نعم. فمن جميل جدا اننا نوظفوا هاد الشخصيات اللي هي رموز النجاح. اكيد. الو غادي ناخذ الان مكالمه من مدينه بركان. معنا السيده حسنيه. الو الو الو. لاله حسنيه السلام عليكم. مرحبا بك. الحمد لله. الله يبارك فيك لاله. مرحبا بك. الحمد لله. مرحبا بك لاله معنا. الله يبارك فيك لاله. مرحبا. الو السؤال ديالك للدكتور عبد الهادي القاسمي، هو كيسمع لك لاله. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا لاله. تفضلي.
تفضلي بسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور بخير. الله يبارك فيك. لا الله يكثر خير. نشكرك بزاف على هذا البرنامج، كتنورنا كتفيدنا بزاف. لا شكرا على الواجب. لا لا السؤال ديالك سؤال لاله حسنية نستافدوا معك. بارك الله فيك. انا عندي بنيه الله يرحمها اللي الاحلام ديالها اكثر من المستوى الدراسي ديالها. كنخافوا عليها من هذا الديكلاج هذا ما بين المستوى الدراسي ديالها، هي مستحسنة في الدراسة ديالها. اها. ولكن الاحلام ديالها كبيرة، كتقول لك في المنصب كيبان لك انت بحالها مستحيلة انها توصل. علاش؟ علاش كتبان لك مستحيلة لاله؟ شحال في عمرها؟ عندها 16 عام، هي مقبلة على البكالوريا. تبارك الله. وشنو هي الحمد لله لا اخلاقيا ولا تربية. تبارك الله. وكل شيء تيشكرها، ولكن هي ما كتبذلش مجهود، هي داك الشيء اللي تتقرا في السجن باش نعم طموحة. وكتبان لي هاد البنت اللي كتهضر معاها حنا بعض الاحيان كتعرفي الاباء كنقول لها لا لكن انت باغا تخدمي في هذا الخدمة خصك تقراي مزيان خصك ديري مزيان. كنخاف راه نكسر دوك الاحلام ديالها بهاد الهضره ديالي. نعم نعم نعم. نعم. مرحبا. سي عبد الهادي، هذه المسألة ما كيخصهاش تفرحنا أننا وليداتنا تكون عندهم أحلام كبيرة وطموح كبيرة؟ لا؟ أنا بالعكس، ملي واحد القولة كيقول لك من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، يعني واحد الإنسان اللي كيشعل لي الضوء بزاف في البداية ديالو فراه غادي يوصل في آخر المطاف وغادي يكون عنده ذاك الضوء الكافي لكي ينير الطريق ديالو. فبالعكس ملي كيكونوا وليداتنا عندهم أحلام كبرى اللي هي تتجاوز ربما المخيلة ديال الآباء والأمهات، بالعكس ما خصناش نخافوا، خصنا نشوفوا فيها بأنها راها عندهم طاقة. نعم. اللي غادي توصلهم حتى الاحلام ديالهم. واحد التجربه اللي كانت دارت في جامعه هارفارد في 94، يعني فرقوا واحد الاستمارات على الطلبه. جميع الطلبه اللي اعطاهم سؤال واحد، شنو الحلم اللي عندكم؟ جميع الطلبه اللي كتبوا الحلم ديالهم فتوفقوا، كاين اللي ما وصلش الحلم ديالو هو النيت، ولكن على الاقل وصل لشي حاجه في الحياه ديالو 100%. اذا فالحلم شي حاجه اللي هي رائعه جدا. نعم. مزيان تكون عندي. غير اللي ممكن انه يدار. يعني ان الحلم كيبقى هو فقط واحد الشعله. الحلم بمعنى الطموح، بمعنى يعني راه كيتحول للطموح. نعم. الى مشيت انا ودرت العمل المناسب. نعم. اللي غادي يوصلني للحلم ديالي. اما يعني انا خليته غير الحلم بالنسبه للناس اللي يلاه دابا بداوا معنا مثلا. نعم. ما كنتكلموش على الاحلام العاديه اللي كتجيب لي، وانما الحلم بمعنى يعني حلم اليقظة. نعم. يعني ان عندي واحد الهدف. نعم. اللي هو كبير وبغيت نحققه في حياتي. فإلا قمت بالعمل المناسب فهذا العمل غادي يوصلني للهدف ديالي. اما الا بقيت فقط الهدف ديالي هو كاين، يعني اصلا غير حلم كنشوفه كل يومين كنتمنى انني نكون من المشاهير. نعم. او يومين كنتمنى انني نبني قصر او يومين هذا، ولكن في العمل ما كندير حتى شي حاجه. غير هنا بين قوسين كنصحح واحد المعلومه. نعم. راه ماشي فقط الدراسه اللي كتقدر تمكنني انني نحصل. أكيد. على الاحلام ديالي. نعم. الدراسه ما هي الا مفتاح المفاتيح كثيره اللي ممكن نستعن بها، هي اللي نقدروا نوصلوا بها وليداتنا باحسن الاحوال. نعم. ولكن في حالتي الا كان تعثر في هذا الجانب فندفعوا وليداتنا انهم يمشيوا لنجاحات اخرى يقدروا يبدعوا فيها ربما. أكيد. اكثر من الدراسه. تنشكرك سي عبد الهادي، وموضوع شيق بزاف يعني، وتيعطي كيعطينا الامل في الحياه هكذا لينا ولوليداتنا. مازال غادي نتكلموا عليه ياك سي عبد الهادي في الاشياء ان شاء الله، وتعطينا بعض الافكار ونتكلموا حتى كذلك يعني كيفاش كيتستعملوا الان رموز النجاح لهذا النمذجة ياك. نعم. اللي ولينا كنتكلموا عليها دابا يعني باش نطبقوها حتى حنا في حياتنا. ربما بعض لي غوسيت اللي تيكونوا عند بعض الناس اللي نجحوا في حياتهم واللي تقدر تنفعنا، غادي نشوفوا هذا الشيء كله في العشيه من جوج حتى للربعه بشكل مباشر مع الدكتور عبد الهادي القاسمي على امواج راديو دوزام، ويمكن لكم تواصلوا معنا كذلك بشكل مباشر. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.